أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعد أداء السنة الراتبة لصلاة العشاء يصلي بعض الناس ركعة واحدة نية الوتر. بعد إيه؟ يقول: بعد أداء السنة الراتبة لصلاة العشاء يصلي بعض الناس ركعة واحدة نية الوتر. هل هذا العمل صحيح؟ وإذا صلى ثلاث ركعات بسلام واحد نية الوتر فهل هذا صحيح أيضا؟ أقل من الوتر ركعة واحدة، فإذا صلى ركعة واحدة ينوي بها الوتر صح، هذا أقل الوتر، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأعلى الكمال 11 ركعة أو 13 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيجوز الإيثار بركعة واحدة لا يصلي غيرها، يجوز لكنه أقل شيء، ولكن الأحسن أنه يأتي قبلها بركعتين سبع تكون ثلاثة، هذا أجمل تماما.